مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وكيف ما كتشاهدوا معنا صبيحة يوم الثلاثاء الطريق عامرة، نتوما كيف ما كتشاهدوا على المباشر، يعني الناس اللي في مدن مغربية أخرى شاركوا معنا في التعليق نتوما واش عندكم هالطريق كتكون عامرة ولا غير مدينة الدار البيضاء اللي كتعاني من هذا المشكل. نتوما كتشاهدوا معنا الطريق شحال عامره هذا الصباح، يعني لومبوتياج في مشيتي كتلقاو الطريق عامره، الشوارع كيف ما كتشاهدوا معنا كيتحبسوا بسبب هذا المشكل هذا ديال الاختناق المروري بشوارع الدار البيضاء. نتوما كيف ما كتشاهدوا معنا الطريق شحال عامرة هذا الصباح، ان الطريق عامرة نتوما كيف ما كتشوفو معانا، طريق مراكش وطريق المطار. شاهدوا معنا مشاهدينا الاجواء، والاجواء كيف ما قلنا انها اجواء ضبابيه، اجواء بارده هذا الصباح. احنا دابا نشوفوا طريق السياره والطرق كيف دايره حتى هي، كيف ما شاهدتوا معنا الطريق ولا الشوارع عامره، الاكثريه كيبغي انه يمشي من طريق سير بحكم انا ما فيهاش الفيروجات، ما فيهاش لومبوتياج. شوفوا واش هما كيعمروا الطريق، كتشوفوا معنا فوق المنطره شحال عامر هذا الصباح. مشاهدينا الأجواء من مدينة الدار البيضاء، أجواء باردة وكاينة شوية ديال الضباب ولكن مازال مكايناش الشتا، يعني كنتمناو يا ربي ترزقنا الشتا، وهاد السنة هادي تكون سنة خير ويا ربي يكون تكون الشتا على قد النفع يا ربي. قناة شوف تي في، كنشكركم على حسن المتابعة، كنشكركم على حسن التفاعل ديالكم وهادشي شفناه من خلال التعاليق ديالكم. وهنا مشاهدينا ما بقى لي إلا نودعكم، نتلاقاو في بث مباشر آخر، موضوع آخر. السلام عليكم ونهاركم بخير.